طبعا ربما تعلمون عندما صعد العلماء بالأقمار الاصطناعية وصوروا البحر وجدوا هذه الدوائر هنا، أنصاف دوائر تتشكل تمتد لآلاف الكيلومترات تتشكل على سطح البحر. طبعا هذه الدوائر عندما درسها العلماء وجدوا أنها سبحان الله لم يجدوا لها تفسيرا، ولكن بعد أن نزلوا إلى أعماق المحيط وجدوا أنها نتيجة الأمواج العميقة. يعني إذا نزلنا إلى أعماق المحيط هناك أمواج عميقة ترتفع الموجة 500 متر، 500 متر ارتفاع الموجة في أعماق المحيطات ليس على السطح، هناك أمواج سطحية وهناك أمواج في أعماق المحيطات. الله تعالى وصف لنا هذه الظاهرة سبحانه وتعالى بقوله عز وجل: أو كظلمات في بحر اللجي، أي عميق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سبحان الله. إذن موج من فوقه موج، كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام بوجود هذه الأمواج العميقة التي لم تكتشف إلا في القرن 21، لم تتم دراستها بشكل يقيني إلا قبل سنوات قليلة؟ أشار إليها القرآن لتكون معجزة في هذا العصر. أولا نحن كمؤمنين تثبتنا على الحق، وبالنسبة لغير المؤمنين تكون دليلا وحجة ووسيلة قد يعني يهتدوا بها إلى طريق الله عز وجل.